طيب شو نسألك كان يا ماهر؟ ما هي اهتماماتك الفنية الأخرى خارج نطاق الموسيقى؟ قلت لك أنا إنسان بيتوتي، بحب بنات، عندي بنتين الله يخليهم ويخلي كل الأولاد لأهليهم. بقضي وقتي معهم، بجرب قدر الإمكان أني يعني أنسق ما بين فني وما بين شغلي العادي بحياتي العادية وما بين بيتي. فيعني بكون مرهق، ومرات كثير هني بعد الشغل بدهم يروحوا تعبوا بقى يلعب معنا وهيك وإلى آخره، بعد تعب وبعد كمان جولة حفلات وإلى آخره. بس بحاول إني قدر الإمكان إني أوفق بيناتهم، بنبسط معهم كثير، بحضر أنا وياهم موفي، يعني بجرب إني قدر الإمكان إني كمان يعني أنقي مخي موسيقى وفن. نو it's not good. مش منيح يعني، حلو إنك تبعد شايف وبعدين بترجع بشغف، بترجع في باور، بترجع في همة وبترجع نقي صافي. فيعني بجرب إني أنشغل، بحب البلاي ستيشن، بتطيرني لعالم آخر، يا ما نبسط فيها. بس آخر مرة شيكت ما كانت من الفنون البلاي ستيشن. فن فيها فن والله، ويا إذا بتلاقي حسب الجيم اللي تلعبه، ويا فن كبير يا زلمة. أنت بتفكر كيف بيصنعوا هالألعاب هاي؟ والله شو هالمخ، شو هالذكاء الكمبيوتر هذا، كيف جميلة جدا يعني. طب سينما أو مسرح أو طبعاً روايات أو طبعاً أنا بطالع بقرأ كتب لإلي لنفسي. بحب الموفيز، بحب الأكشن موفي كثير. أنا دائما يعني ما في في تصادم آراء ما بيني وبين مرتي، هي بتحب الدراما أو القصص ومش عارف شو. أنا فيش عمي حبيبي، أنا بدي أكشن.